يقول أريد أن أقدم هدية لشخص مسلم جهاز تسجيل مع أشرطة دينية، ولكن أخشى أن يستخدم هذا الجهاز في سماع الأغاني والموسيقى، هل يجوز لي إهداؤه هذا المسجل؟ إذا أهديته بهذه النية فأنت مأجور إن شاء الله، وإذا تصرف هو تصرفا سيئا فمسؤوليته عليه، أنت أديت ما عليك ووجهته التوجيه الصحيح وأعطيته مسجل والأشرطة الطيبة، فإذا انحرف هو فضرره عليه هو. نعم، إنك لا تهدي من أحببت. نعم.